امرأة لديها حصى في الكلى، قامت بإجراء عملية عند أحد الأطباء، لكن بعد إجراء العملية تبين أن المرأة تعرضت لخطأ طبي بسبب ثقب في الحالب حسب ما تحدث طبعا أخوها يعني أثناء العملية، ولا تزال هذه المرأة في المستشفى منذ أشهر. مراسلنا فراس الحسني من صلاح الدين التقى بشقيق الضحية وتحدث عن الموضوع، خلونا نشوف. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك مازن. مازن، اليوم موضوع حلقتنا عن الاخطاء الطبيه. الاخ ناظم رضيعته اجرت الى عمليه وراح نشوف شنو التفاصيل اللي صارت وياها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي رضيعتي عندها حصوايه، راجعت الدكتور، دكتور اسمه بشارع بالحارثيه، شافها قال قررها عمليه، وديناها نسوي لها عمليه. لما نسوي لها عملية زار في الحالب قبل الحصوة، قبل لا يصل الحصوة اللي بالكلى، سحب العملية قال إن سويت العملية. أختي ظلت تصيح ما من الألم، تعيط إيه لحد يومه طلعناها من المستشفى جبناها هنا، ما سكتت، ظلت تصيح. راجعنا دكتور أخصائي قال عمي بطنها متروسة مي، إذا عارف شنو سبب المي ما كم شي. قال رجعها الدكتور نفسه اللي سوى لها عملية، رجعتها الدكتور نفسه بالعملية، قال هي تبقى تصيح وهي أختك شوية متعصبة وبيها لجة هيش على الصايح، ما مو شغلة حصوة وهاي الأمور. فكو ماشي رجعت النوب، ما قبل هم كتب لي علاج ما قبل، رجعت النوب لهنا، راجعت الدكتور يعني وقعت حالتها فدنا، بطنها ترست مي لحد انتهت فدنا. قالوا لي إلا ترجعها الدكتور نفسه الأخصائي، رجعتها علي طردني ما استقبلني. شنو الأسباب؟ الاسباب يقول لاختك هي ظل صيح ما بيها شيء. زين الاخصائي اللي عرضتها عليه الاخر اكو اخطاء؟ ايه كوماشي تعرضت منها، حولتها مستشفى هنا، حولنا على مدينه الطب، تحولنا لمدينه الطب، قررتها باسرع وقت عمليه. لما طب الدكتور سوى لها عمليه لقى الحالب مزروف ومارد بطنها خلاص بالاخطاء اللي طب اللي عنده، يعني مارد بطنها خلاص انتهي. قال اختك يعني او نشيل الكلى من هذا الادرار، تدري طالع مو الحال مزروف مأذي الكلى ومجمع جراحه فصار عندها الم قوي. سوى لها عمليه الاولى، حط لها جز السونده مال القسطره، جزاها هذا الزرف وصلها الكلى، هم ما نجحت. ورس سوى لها العمليه الاخرى وهسه يقول لي لو اشيل الكلى، احتمال اشيل الكلى على مود تستقر حالتها. هسه اختك شنو وضعها؟ وضعها حيل سيء وبالمستشفى، صار اليوم شهر كامل زين ما جاي يعني نصل نتيجه. عمو يا ريت لو تحدث لنا شنو اللي صار ويا بنتك. والله صار سوتها عمليه سواها، ولما سواها عمليه دخلوها العمليات وسواها وطلعناها، واي من طلعناها اليوم صار شهرين متبهدله ما تنام لا ليل ولا نهار. تالي مشينا للاطباء ما فادت، تالي دخلناها مستشفى مدينه الطب سووها عمليه ثانيه، لقى الحصوه كامله وفتتوا الحصوة ولقى ضارب الكلى، الكلى ضاربها وبطنها متروسة دم ومي، ويرد وين على المعدة والحالب مزروف يرد على المعدة، ما عاد يركض ببطنها كل شيء، وأكل ما تاكل اليوم صار شهرين. شو تطالبون؟ نطالب يعني نطالب الدولة، نطالب رئيس الوزراء تدخل، يعني وزير الصحة ليش هيك يعني أرواح الناس رخيصة؟ أنا سويتها على حسابه بفلوس، يعني لو على المستشفى نقول خاص نقول خطا نقول، بس يعني هيك وكامشين ضاربينها بالعمليه، مخلصين عليها مخلصين عليها من الشتل بالعمليه زين، كامشين احنا بنج موضعين مسوينها بنج عام، يعني لاعبين بها لعب. شنو الاسباب اللي كانت؟ ما نعرف شنو الاسباب، يعني احنا هي بنج موضع، اتفقنا احنا بالعمليه بنج موضعي، طلعناها بنج عام ومنتهية خلاص، طبعا يعني حالتها حيل ما تفيد هسه ذيك، يعني اتمنى تروحون وياها تشوفونها بالمستشفى، يعني حالتها حيل تعبانه بشكل زين، ما ندري هسه شو نسوي وين نروح ما ندري. مازن، هذا اللي سمعناه من الاخ ناظم. المايك كده.